الإخوان والأخوات، أصدقاء وزوار القناة، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة كنتمنى تعجبكم. غادي نتكلم فيها على قصيدة صارم الطعن أو النونية للشاعر المراكشي محمد الشاوي. كتعدى القصيدة ديال صارم الطعن من أبلغ ما قيل في الهجاء، حيث غادي يشحد الشيخ محمد الشاوي السيف ديال الهجاء ديالو الحاد، وكي يوجه رماح نقدو اللاذع لمجموعة من الشعراء اللي جايلوه آنذاك، ومن ضمنهم الشاعر بن طلب مريفق. وصفوا في القسم الثالث من القصيدة بطالب اللبن، ونال الشاعر أحمد التركماني نصيبه من العيارات ديال الشيخ الشاوي القاتلة، ووصفوا في نفس القسم بالمتغطي بتوب غيره. وفي القسم الخامس كمل الشيخ الشاوي بنقد صديقه محمد الكبير بن عطية، ورمز الاسم دياله بكلمة نبر وعددها في حساب الجمال 252، وهو اسم الشاعر الكبير. كما ذكر كذلك كل من الشاعرين الشيخ بيه الجيار والحاج عبد السلام ياجور من اللي قال في القسم الخامس: والكلام للناس الصحاح لبدن أما الخداع. في نفس القسم كيقصد الشاعر حمان البداني، ومن اللي عرفوا هاد الشعراء ما قالوا الشيخ الشاوي حقهم من هجاء وقدح، اجتمعوا وقرروا يردوا عليه او يردوا على هاد الغارات ديال الشيخ الشاوي. وانضم رفق قصيدة في هجاء الشاوي حربتها: مكحناك سير لعاية تضحي، مقفزاك البوك اما احنا عينينا مضغد عليك. بلغ عدد الشعراء اللي انضموا قصائد في هجاء الشاوي قرابة 50 شاعر، بالإضافة للي تذكروا في صارم الطعن هناك البشير اللباط، طالب الحسن ومولاي المكي، والطالب حماد، والدفلي سيدي محمد بن الحسن، والطهر المياضي، وفيما يلي الحرباء ديال قصيدة صارم الطعن أو النونية. أشرى من لاجرد صارم الطعن: وركب سفن الحروب وعيط داني، ها حنا هنا ويكون دراعو بحال لسانو، حتى لهنا أحبتي غادي نودعكم، تنتلقاو حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، خالص المحبة والتقدير.